طبعا يا مصطفى بيه، واهلا بالساده المشاهدين المحترمين. الحقيقه احنا اعلنا عن ان مش فقط دعم، ولكن اعلنا من اول يوليو اللي فات ان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مرشح الحزب، وانا يعني هناك اختلاف ان ادعمه ان يكون هو مرشح الحزب. الدواعي التي دعت الحزب ان هو يطرح هذا او ياخذ هذا القرار، اسمح لي انا اتكلم عادي بالطبيعه عشان الناس واهلنا. الحقيقه في اهداف وبرامج الحزب منذ ان انشئ في كل القطاعات، واحنا منذ ان تولى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي سده الحكم، وشايفين ان كل الحزب كان طرحه في برامجه واهدافه في كل القطاعات انها بتنفذ وماشيه بخطوات كويسه جدا. فكان هناك موضوع جزء موضوعي ان احنا قلنا ليه ان احنا اخترنا فخامه الرئيس دي نظرا لكل اللي بيحصل. وخلينا اقول لحضرتك تاني، احنا لما بنقول ده لازم ننظر لجزئيتين، الجزء الاقتصادي والجزء السياسي. الجزء الاقتصادي حضرتك انا مش عايز اقول اتعمل واتعمل، خلينا حضرتك ناخد عشان المواطن كده يبقى معانا يعيش الحاله، ايه اللي حصل لو ما كانش هذا الكلام ده؟ يعني لو ما كناش زودنا زراعه القمح في مصر، اللي كانت مصر حين كانت تابعه لاحد الدول وبتاخد الاوامر ممنوع زراعه القمح في مصر، واكيد حضرتك عارفها. ولما ابتدينا نزرع هذا القمح عشان يكون عندنا قدره على ان احنا نغطي احتياجاتنا، لو ما كناش في ظل الازمه العالميه النهارده، احنا النهارده عندنا انتاج ما يقرب من 4.5 مليون طن سنويا. لو ما كانش ده حصل كنا هيبقى موقفنا ايه النهارده؟ خلينا حضرتك نقول الازمات المصطنعه اللي بتحصل من بعد الطابور الخامس، ودي هتكلم حضرتك فيها بعد ما خلص الجزء الاقتصادي. الكهرباء، لو ما كانتش محطه الكهرباء اللي اتعملت جديده وحديثه بكل النظم اتعملت، كان هنقول ايه موقفنا النهارده؟ الصوامع وغيره وغيره، لو هنقعد نتكلم كتير جدا. خلينا نشوف الحاجات دي لو ما اتعملتش كان هيكون ايه موقفنا؟ هناك ازمه اقتصاديه هي ليست مقتصره على مصر، لكن في كل مكان موجود في العالم النهارده، واحنا عندنا الحزب له ممثلين مصريين في الخارج وبيشكلنا وبيقولوا لنا اللي بيحدث يا فندم. المشكله الجزء الثاني بقى، نيجي للجزء السياسي. الجزء السياسي حضرتك مصر تتعرض لاكبر حمله على وسائل التواصل الاجتماعي ومن قنوات اهل الشر وممثله ويهاجموا مصر ويهاجموا ما فعله فخامه الرئيس. الحقيقه حمله غير مسبوقه لم تشهدها تاريخ مصر. صحيح. وخلينا احنا كده مصريين نفكر، لان الحزب المصريين الاحرار الحقيقه كان 12 و13 و14 كان موجود في الشارع وبيحارب علشان مصر تسترد هويتها بكل اعضائه بكل كيانه، وشفنا اللي بيحصل. هل احنا كمصريين لما الناس دي تهاجمنا هل هم خايفين علينا؟ لا اطلاقا، هم عايزين يهدموا هذا الكيان وهذا الوطن. اهم حاجه يا فندم لينا كمصريين الان ان نحافظ على وحده الوطن، وان احنا نخلي بالنا. وبرضه بقول من خلال برنامج حياتك المحترم، انا بقول هيتعمل ازمات وهيتعمل حاجات عشان تفرق بين الشعب المصري ومدبره. الدليل بقى حضرتك في الاخر ان احنا كنا صح حين اعلنا ان فخامه الرئيس عبد الفتاح هو مرشح الحزب فعليا، قرار بريكس بالامس. قرار بريكس بالامس هذا ضربه قاسمه لكل الكلام اللي بيطلع في السوشيال ميديا، لانه الدول الخمسه اللي قررت انضمام مصر من ضمن كانوا في 23 دوله متقدمين، ودول احنا ممكن نبص عليها انها ناهضه اقتصاديا، لكن لان هم لما بيختاروا يبقى في خمس معايير، اولها النمو الاقتصادي، ثاني حاجه الاستقرار السياسي في الدولة، ثالث حاجة موقعها الاستراتيجي. ومش احنا اللي قلنا، دي دول زي عظمى زي الصين وزي روسيا وزي الهند اللي تعدادها يعادل أكثر من نصف سكان العالم، بتقر أن مصر قادرة على النمو الاقتصادي. ده مش يدعو لينا إن احنا نقف مع فخامة الرئيس ونقول له كمل مشوارك وإحنا معاك وهنفضل معاك. أخيراً عايز أقول لحضرتك حاجة يا أستاذ مصطفى، أنا ملاحظ أن هناك بعض المرشحين المحتملين بيكلموا وبيتطاولوا، بس عايز أقول حاجة، الحزب حين يعلن أن فخامة الرئيس هو مرشحه لن يصمت، لما بس يتقبل ويبقى مرشح فعليا الحزب لن يسكت على تطاول. أي حد يعرض برنامجه زي ما هو عايز
اي حد يتكلم وينقض سياسات، لكن ينقض اشخاص الحزب بيحضر ملفات ونحن له بالمرسل. فاي حد ناوي يترشح ويدخل لازم قبل ما يتكلم يدرس كويس، لان اللي بيقول او يدعي ان هو بيفهم اقتصاد بيفهم سياسه، حين يتم قبوله الحزب يعلن انه في مناظره معاه علنيه باحد اعضاء اللجنه الاقتصاديه وشاب من المكتب السياسي. هيدخل معانا بقى لما يبقى مرشح فعلا ويقول لنا ما هي سياساته بناء على ايه ان هو بيفهم اقتصاد. انا بشكرك على الفرصه دي يا استاذ مصطفى. شكرا ليك استاذ عصام. شكرا دكتور عصام خليل. تكون واعيين قوي. ربنا يخليك. شكرا دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار. ومعانا الدكتور محمد ابو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري. مساء الخير يا دكتور.